السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تلقاكم هاد لا فيديو في أحسن الأحوال، وتكونوا في كامل الصحة والعافية نتوما والأهل ديالكم إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا اليوم فيديو جديدة في القناة اللي كنتمنى تستفدوا منها كيف العادة. غادي نبارطاجي معكم طريقتي اللي كنصايبها لكم فيتشر ديال الفريز، واللي صراحه كيجي رائع، كيجي بنين. المذاق ديالو بحال المذاق اللي كنشريوه من الحانوت واللي كنشريوه من السوبر مارشي، وكيكون الثمن ديالو غالي. هذا كيعطينا كميه كثيره، والمذاق نفسه وربما اروع، ومكونات اللي كتكونوا مرتاحين كتعطيو لولادكم شي حاجه اللي نتوما عارفين اشنو مطيبين فيها، ماشي بحال ديال المحلات ما كنكونوا عارفين باش مطيبينه، واللي تقدروا ايضا تخزنوا الكميه كثيره لمده اطول. كلشي غادي نبارطاجي معكم في هذا لا فيديو، كنتمنى تشاهدوه حتى النهايه وتعرفوا المكونات كلها وكل حاجه الا اش كتصلح. المهم على بركه الله، كيف ما كتشوفوا الفريز، انا صراحه ملي خرجت للسوق لقيت من بعد هذا الحجر لقيت الفريز كاين في السوق، لقيته متواجد صراحه بكثره. ما عرفتش واش كلشي هكا ولا غير حنا عندنا هنايا. المهم كاين الفريز موجود الحمد لله، كلشي موجود في هذه الساعه الحمد لله. فقلت علاش لا، كاين الاخوات اللي غادي يبغيو يصايبوا لكم فيتشر ديال الفريز في هذه الفتره، ومادام الفريز كاين في هذه الفتره اذا غادي يحتاجوا الوصفه، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه راه غادي تعجبكم بزاف. بالنسبه للمقادير انا اللي غادي ندير على حساب داكشي اللي يعني انا كندير داكشي اللي غناكلو، ما كنبغيش نخزن بزاف. بالنسبه للكميه انا هنا خديت 2 كيلو ديال الفريز اللي غسلتها مزيان، كنأكد الفريز كيخصو يتغسل مزيان، وهنا عندي 2 حامضات. وبالنسبه للفاني هي الوصفه فيها 2 ساشي ديال الفاني. بالنسبه ل 2 كيلو ديال الفريز انا غادي ندير غير وحده، غنكتفي غير بوحده، وعندي كميه ديال سكر سنيده عندي 750 غرام، يعني كيلو لاروب غادي ناخذ 500 غرام غنخليها على جانب حتى الاخر، وبالنسبه ل 250 غرام هي اللي غادي نستخدمها في المرحله الاولى. كيف ما قلت غير تبعوا الطريقه، راه الطريقه انا استمتيتها من واحد السيده ايطاليه كتصاوب الفريز هكا، اللي كتعطي الاسرار كيفاش يعني يخرج لك نفس الفريز، نفس الكونفيتور ديال الفريز ديال المحلات، وفعلا طلع لي نفس النتيجه فعلا، وصراحه صدقوني طلعت نفس النتيجه. بالنسبه للكميه ديال الفريز اللي عندي كيف ما قلت لكم 2 كيلو غسلتها مزيان، كيف ما كتشوفوا راه غسلتها نيت. غادي نحيدوا لهذاك الورق اللي فيها. المهم انا خديت فريز صراحه زوين، ما خديتوش طايب، خديتو هكا ولكن حلو. كنقطعوه بهكا طريفات هكا يكونوا صغار. المهم غنكملوا التقطاع كامل بحال هكا ونرجعوا نكملوا الطريقه ديال التحضير. من بعد ما قطعت الفريز ديالي كله على هذا الشكل، يعني تقدروا تاخذوا نتوما الفريز، غير حاولوا تاخذوا الفريز اللي ما يكونش اللون ديالو يعني يكون قديم، هكا كيخرج لكم كونفيتور رائع، تيخرج حتى اللون ديالو زوين. بالنسبه للسكر سنيده كنضيفوا لها 250 غرام، يعني ربعه ديال السكر سنيده، وغادي ناخذوا 2 حامضات اللي عندنا. بالنسبه ل 2 كيلو كديروا 2 حامضات، كنديروا العصير ديالهم. علاش الحامض؟ كيحافظ لكم على اللون اللي درتو ديال الفريز، بحال دابا انا هذا اللون غيحافظ لي عليه، واخا غادي يطيب واخا يدوز فوق النار تبقى عنده نفس اللون، تيحافظ لي على لون رائع، كيحافظ حتى على اللوغو ديال داك الفريز، يعني واخا كتخزنوه لمده اطول تبقى محافظ على داك المذاق ديالو الرائع. نضيفوا العصير ديال 2 حامضات كما شفتوا، ونحاولوا نخلطوا الكميه كلها مع ديك سنيده، نخلطوها مزيان حتى كتنسجم لنا العناصر. الا كنتو باغين ديروا كميه اكثر ضعفوا الكميه، تضعفوا المقادير طبيعه الحال. المهم من بعد ما كنخلطوهم مزيان كيف ما كتشوفوا بحال هكا، غادي نديروه في الثلاجه بطبيعه الحال، غادي نغطيوه بالبابي او الفيلم اليمونتير البلاستيك الغذائي، غادي نديروه في الثلاجه واحد المده، يعني الا قدرتوا ديروه ليله كامله اولا من 8 ديال السوايع حتى ل 12 ساعه. حنا الغرض عندنا بهذاك السيرو اللي كيطلق لنا داك الفريز،
هذا هو يعني الهدف من هذه الخدمه هذه ومن هذه المرحله هذه. غادي نديروا انا في الثلاجه ليله كامله وغادي نرجع معكم في الصباح ان شاء الله، يعني غادي نرجع باش نكملوا مراحل. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا راني درتو ليله كامله، اصلا صايبته بالليل ودابا راه الصباح كيف ما كتشوفوا معايا، يعني نطلو كري راه طلق داك السيرو داب ديك سنيده وحتى الفريز طلق داك الماء اللي فيه كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نصفي، غادي نصفي هذا الفريز ديالي، يعني الغرض عندي كيف ما قلت لكم بهذاك السيرو هو الاول بعدا. صافي غادي نصفيه مزيان، غناخد واحد الكاسرونه اولا طنجره اولا اللي بغيتو طيبوا فيها. غادي نشعلوا العافيه اللي تكون متوسطه وغادي نضيفوا لهذاك السيرو، وغناخدو 500 غرام ديال السكر سنيده اللي كنا خلينا نصف كيلو ديال السكر سنيده، غادي نضيفوه على هذاك السيرو. غادي نحركو، يعني ما نسقوش من التحراك باش حتى كتذوب لنا ديك سنيده وكيبدا يغلي لنا هاد السيرو، يعني كيف ما قلت لكم وتذوب لنا سنيده يعني تقريبا واحد 20 دقيقه، يعني نخلوه فوق النار واحد 20 دقيقه. هنا من بعد 20 دقيقه كيبدا كيغلى لنا هاد السيرو كيف ما كتشوفوا، السنيده راه ذابت يعني كتبدا تطلع لنا ديك الكشكوشه. دائما على عافيه اللي تكون متوسطه وحنايا كنراقبوا كنخلطوا. هنا غادي نضيفوا داك القطع ديالنا ديال الفريز، يعني غير كتبدا تغلى لنا يغلى لنا داك السيرو من بعد ديك 20 دقيقه كنبداو نحركوه واحد 5 دقائق، يعني هو هكا كيغلى. صافي وصنضيفوا له هاد الفريز اللي ديجا قطعنا. صافي ونبداو كنحركو طبيعه الحال على عافيه اللي تكون متوسطه، يعني مره كنحركو، يعني ماشي ضروري انكم تبقاو مقابلين يعني ما تحيدوش من حداه، يعني كياخد شي شويه ديال الوقت، يعني غيبقى بحال هكا تقريبا واحد 25 دقيقه عاوتاني يبقى بحال هكا كنحركو فيه مره حتى كيطيب لنا، والمده اللي كياخذ لي تقريبا ما بين 20 حتى 25 دقيقه، يعني من بعد ما كيغلى كنخليه واحد 20 حتى 25 دقيقه وهو كيطيب. كما كتشوفوا راه الفريز ديالي هنا راه طاب، يعني كنحركو راه طاب لي.
اخر مرحله بعد ما كنطفيو عليه كنضيفوا صاشيه ديال الفاني، وهذا هو السر ديال المذاق ديال الكونفيتور اللي كنلقاو في المحلات، هو هذا السكر فاني. كتعطيه داك نفس المذاق ديال هذاك الكونفيتور ديال المحلات. بالنسبه في اخر المرحله يعني تقدروا تجهدوا شويه البطون نتوما كتحركوا الا بغيتوه يتقال لكم اكثر من هكذا، يعني انا بغيته بحال هكا كيجي ساهل في الدهن، وملي كيبرد راه كيزيد يعقد واحد شويه. من بعد ما برد لي الكونفيتور ديالي، المهم الكثافه ديالو هي هذه كيف ما قلت لكم، الا بغيتوه تقل من هكذا كتجهدوا عليه البطو وتبقاو كتحركوه حتى كيتقال. المهم انا بغيته بحال هكا، الكثافه اللي كيجيني ساهل هكا في الدهن ما تيجيش يعني، وتيصبرتك يعني ما كي كدهني غير شويه كيبان في الخبز، اللون ديالو كيجي غزال، المذاق ديالو كيجي رائع، الريحه طالعه كيف ما قلت لكم من نفس المذاق والريحه ديال الكونفيتور ديال المحلات اللي كنشروه غالي وقريعات يكونوا صغار. كما كتشوفوا راه القريعات عندي انا كبار هنايا، يعني هذه الكميه اللي عندي كتعمر ليا جوج قريعات، يعني كنستخدموهم كنساليهم، يعني ما كيخسرش ليا حتى كيبقى ليا في الثلاجه حتى لجوج ديال السيمانات. يعني القرعه اللي كنحلها راه كنستخدموها في ديك السيمانه، القرعه اللي كنخليها مسدوده راه كتبقى حتى للسيمانه الاخرى. بالنسبه الى كنتو بغيتو تخزنوا المده اطول اولا بغيتو تخليوه مده طويله بزاف، كتاخذوا القريعات اللي كيكونوا يعني كيتسدوا مزيان يعني ديال الزاج بطبيعه الحال، كتعمروهم وكتشدوا الكوكوط كتعمروها بالماء، كتغطسوا فيها دوك القريعات بطبيعه الحال، كتعمروا الماء حتى كيفوت دوك القريعات، كتخليهم كيغلاو واحد 20 حتى 25 دقيقه فوق البوطه، صافي ها هما كيكونوا تعقموا، كتجمعوهم المده اللي نتوما بغيتوها. بالنسبه للطياب كيف ما قلت لكم علاش كنخليوه كيطيب ديك المده، لان كيتبخر داك الماء اللي فيه هكا ما تيخسرش ليكم. صافي كنعمر القريعات ديالي، صراحه اللون كيكون رائع صراحه، ما داك الحامض ما كيتبدلش اللون ديال الفريض، كيبقى داك اللون فاتح. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم يكونوا هكا الطروفه ديال الفريز كبار باينين، تقدروا تقطعوه مرصويات اللي يكونوا كبار هكا كيبقاو لكم داك الطريفات باينين. بالنسبه ليا انا صراحه كيعجبني بحال هكا، وكل واحد حر يعني كيف ما كيبغي، كل واحد كيبقى اختيار ديال كل واحد. المهم هادو هما القريعات ديالي كيف ما كتشوفوا، هذا هو الكونفيتور ديالي اللي حصلت عليه، كيجي رائع كيف ما قلت لكم، جربوه على حسابي، غادي تجربوه وغادي يعجبكم، ما تبقوش تستغناو عليه. وديك الساشيه ديال الفاني راه كتعطيه مذاق رائع، وحتى الطريقه انا عجبتني بزاف، كيستق ليا بها الفريز وما تيخسرش وتيبقى بنفس النكهه، يعني هذيك جوج سيمانات كلها تيبقى بنفس النكهه ما تيتبدلش نهائيا، يعني حتى الا خزنتوه يعني درتو الكونسيرفي بزاف راه غيبقى بنفس النكهه. اذا الوصفه ديال اليوم هي هذه، كنتمنى تستافدوا منها وكنتمنى تكون عجباتكم، سورتو للمبتدئات اللي اول مره غادي يصابوا الكونفيتور، هذا راه ناجح 100% غادي ديروه يعني، وغادي ديروه وانتم مرتاحين. اذا صراحه هذه هي الوصفه ديال اليوم، وانتظروني فيديوهات جديده وصفات جديده واستفاده ايضا. كنتمنى لكم تكونوا تفرجتوا ما مليتوش، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، والفيديوهات تكونوا كتستافدوا منهم ويكونوا كيعجبوكم. اذا ما سخيتش بكم، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.